كابتن طاهر، الاول مش هينفع حضرتك تكون معايا وما اسالكش الاول على مباراتي الاهلي امام صن داونز والزمالك مع الترجي التونسي، شايفهم ازاي؟ هي مباريات متكافئه طبعا، يعني من ناحيه المستوى الفني احنا بنتكلم دايما في كره القدم الفرق ما بتخش دور الثمانيه ده دور الاخوياء، وبالتالي هنا المستوى الفني متقارب، المستوى البدني نفس الشيء، الطموح لدى كل الفرق موجود لان كل دي فرق بطوله، سواء كان الاهلي الزمالك صن داونز او الترجي، دي فرق كلها حققت البطوله، وبالتالي من هنا بتيجي صعوبه المباريات للفرق المصريه. انما طبعا يظل تفوق الفرق المصريه دايما لاسباب كلنا بنعلمها، وبالتالي لازم التمسك بيها واستثمارها، يعني الهدوء والطموح والعامل الجماهيري وعايز اقول التركيز الشديد جدا هي مقومات وعوامل دايما بتحسن للفرقه المصريه، فلا بد من التمسك بيها وعدم التفريط. مساله المباراه الاولى بره او جوه دي ما بتفرقش كتير، لان خلاص بقى في كم من الخبرات عند لاعبي الاهلي والزمالك يعني مش قليل. الاهلي هيبدا اعتقد السبت، والزمالك في نفس الوقت ولا الزمالك امتى؟ الزمالك يوم الجمعة. الزمالك هيبدأ في تونس. لا الزمالك هنا. الزمالك في القاهرة الجمعة الزمالك والأهلي الماتشين السبت. هنا. بالظبط. يبقى النهاردة أعتقد إن الأهلي والزمالك مطالبين بإن هم يصالحوا جماهيرهم وينسوهم الأسبوع السلبي اللي مرت بيه الكرة المصرية الأسبوع الماضي. الجماهير موجودة وده حافز أكثر من رائع، وبالتالي هيكون حافز شديد جدا للفريقين. أنا أتوقع إن شاء الله إن الفوز للفريقين، الأهلي الفوز للفريقين. الزمالك في البداية قادر على تجاوز الترجي في القاهرة، والأهلي بإذن الله باستقراره أيضا وبعدد مرات الفوز المتكررة في الدوري المصري قادر على تجاوز صن داونز. برضه مسألة التفكير في إن الفارق الاهداف علشان يبقى مريح في المباراه الثانيه، انا مش عايز ده يبقى يمثل ضغط على اللاعبين. انت في الاخر لابد تلعب كره قدم حقيقيه وتحقق الفوز. لان اللي بيقدر يحقق الفوز في مباراه يستطيع انه يكررها في مباراه ثانيه او على الاقل يتعادل. يعني انا مش عاوز مساله تفكير لاعبتنا ان هو يحقق اكبر نتيجه عشان يتفادى نتيجه المباراه الثانيه، ده اسلوب قديم وعفى عليه الزمن، لا انا اكسب واقدم كره قدم حقيقيه. وابقى الافضل اما اروح المباراه الثانيه، الفوز ده هيمكنني ان انا استمر في المحافظه على الفوز، ده اللي لازم يفكر فيه لعيب الفريقين. الناحيه الفنيه انا مش شايف ان الـ الزمالك والاهلي بينقصهم شيء غير ان هم يكونوا متماسكين، يعني الفرقه تظل لمده 90 دقيقه مش فاقده تركيزها، ان يستثمروا جماهيريتهم، يستثمروا تاريخ ناديهم العظيم الاثنين، وبالتالي ما يبقوش في اي من فترات المباراه عندهم هزه او خضه او اضطراب، هم بيلعبوا بيمثلوا الكره المصريه، وبالتالي يقدروا ان هم يعملوا مكسب واداء. انا مش شايف بصراحه اي عوامل ممكن تكون نقول تمنع من ان الفريقين يكسبوا. أنا على يقين إن شاء الله، طبعا كرة القدم فيها كل شيء، بس أنا على يقين إن الأهلي والزمالك هيكسبوا الفريقين جمعة وسبت، ده توقعاتي إن شاء الله.